السلام عليكم ورحمة الله أعزائي، مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة الشيف حليمة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق ديال الكسكس مغربي. المغاربة كلهم كيعرفوا هذا الطبق هذا. كنتمنى هذه الوصفة تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمروا للمقادير والمراحل ديال هذه الوصفة. المرة الطريقة والمقادير ديال هذا الكسكس هذا. كنحتاجو كيف كتشوفوا هنايا، ضفت هنايا راني قطعت هكذا الخضرة كتبقى ديما على حسب الذوق ديالكم، كل واحد شنو كيعمل في البلاد ديالو وشنو كيفضل زعما الخضرة اللي كيديرها في الكسكس. هنايا عندي كيف كتشوفوا عندي القرعة هذه الحمراء، ها كيف كتشوفوا ها هي مع هي تحتانيه، درت هذوك الفوقانيين هما الاولين اللي غادي نديرهم. عندي هاد القرعة هادي الخضراء، عندي الجزر كيف كتشوفوا، كيبقى الخضر على حسب الافراد، عدد الافراد الاسرة. عندي هاد القطة ديال المعدنوس اللي انا ما متوفرش عندي، القزبر اللي عنده القزبر يديرهم بجوج كيعطيو واحد النسمة جديدة في الكسكس. عندي هنايا قطع اللحم تيبقى هما حتى هما على حسب الافراد ديال الاسرة. عندي هنايا واحد جوج طماطم كبار مبشورين بحال ما هكذا. عندي هنايا واحد البصله كبيره مشنفه بحال ما هكذا مقطعه طويله. عندي هنا واحد الكوب كبير من الحمص. بالنسبه للتوابل عندي هنايا جوج معالقات صغار من الكركمه الخرقوم. عندي هنايا معلقه وافيه من الزنجبيل. عندي هنا معلقه صغيره من الفلفل الاسود. عندي هنا جوج معلقات من الملح، والملح تيبقى حسب الذوق. عندي هنا ربع كوب صغير من زيت الزيتون. دابا كيف كتشوفوا غادي نمروا للطريقه ديال كيف كتشوفوا في واحد الطنجره او هذا كسكاس البرمه هذا اللي كنعملوا فيه الكسكس. غادي نضيف القطع ديال اللحم كيف كتشوفوا هكذا، كتشوفوا على هذه الطريقه، وغادي نضيف عليه شرائح البصل مقطعه بحال ما هكذا مشنفه كيف كتشوفوا. غادي نضيف زيت الزيتون هكذا، وضفت هنا الملح وغادي وضفت واحد القليل من الماء. غادي نخلي هاد العناصر حتى يتشحروا ليا شويه وعاد غادي نكمل معكم الوصفه. كيف كتشوفوا بعد ما تقلات ليا البصله بحال ما هكذا مع الملحه، عفوا هذا مع البخار ما كيبانش ليا مزيان. كيف كتشوفوا غادي نضيف هذه الطماطم هكذا، غادي نضيف التوابل كامله مباشره. غادي نخلي مره ثانيه هادو يتشحروا ليا، وغادي وندير القياس. غادي تشوفوا معايا القياس اللي غادي ندير ديال كيف كتشوفوا بعد ما كتقلى ليا هاد الطماطم مع هذا التوابل مزيان. غادي نضيف الماء كيف كتشوفوا، الماء انا غادي نضيفه هنايا يكون هذا غليان. على حسب القياس ديالكم والعدد ديال هذه الكميه اللي درتو ديال الكسكس كيف كتشوفوا. انا ضفت هذه الكميه كافيه صافي. غادي نغطيه حتى يغلى ليا شويه وغادي نكملوا المراحل ديال هذا. كيف كتشوفوا بالنسبه للكسكس هنايا، انا عندي هنايا 500 غرام من الكسكس. هذا الكسكس هذا الصراحه ديال الدار، مفتول في الدار كيف كتشوفوا، رقيق وكيجي الصراحه زوين. انا عندي واحد الاضافه هنايا كتبقى الاختيار ديالي ولكن كتجي لذيذه بزاف. ضفت هنا معلقه صغيره من الزعتر، ضفت هنايا واحد نصف معلقه صغيره من الفلفل، نفس التوابل اللي درت في الكسكس المرق ديال الكسكس. درت هنايا نصف معلقه من الكركم هذا الخرقوم، ودرت الملحه، ودرت واحد جوج معلقات كبار من الزيت. غادي ندمج هاد العناصر بحال ما هكذا كتشوفوا. حسنا كندمج هادو
هاد العناصر هادو اللي درت مع الكسكس كتشوفوا هكذا. غادي نضيف الماء بحال ما هكذا، بحال ما هكذا باش يشرب ليا هاد الكسكس مزيان. كتشوفوا بحال ما هكذا، غادي نخليه حتى يتشرب ليا هاد الماء هذا، ونكمل معكم ان شاء الله الوصفه. كيف كتشوفوا بعد ما تشرب ليا هاد الكسكس هذا الماء اللي ضفت فيه بحال ما هكذا، تتصبح ليا بحال ما هكذا. نحاول عاوتاني نحلوه بحال ما هكذا ما بين الايادين ديالنا، وغادي نضيفو فيه هاد الكسكس. كتشوفوا حتى نضيف هاد الكميه اللي عندي ديال الكسكس كامله بحال ما هكذا. كتشوفوا هكذا كنضيف هاد الكميه هادي صافي، وغادي نضيفو على هذا فوق هذاك المرق ديال الكسكس حتى نخليه تقريبا واحد 20 دقيقه حتى كيطلع ليا هذاك البخار على الكسكس، وغادي نكمل معكم ان شاء الله. كيف كتشوفوا بعد ما كيطلع ليا بحال ما هكذا كيطلع داك البخار، غادي نزولو وغادي نضيف هادو الخضر، نضيف هذا سميتو الجزر عفوا، ونضيف هذا الحمص. غادي نضيف كما ذكرت لكم هذا الحمص هذا كتشوفوا، وغادي نضيف هذا الجزر هكذا. هنايا عندنا الخضره كطيب لينا دغيا، ما الصراحه ما كتبغيش لينا وقت كثير. الجزر كنضيفو الحمص في التفويره الثانيه كيف كتشوفوا هكذا، حتى كنكمل هذه الكميه كامله اللي عندي كتشوفوا. انا عزيزي عليا الصراحه لفت في هذه الوصفه ديال الكسكس، ولكن دابا ما متوفرش عندي هكذا حتى نكمل هذا الجزر اللي عندي كامل صافي. وغادي نرجعها طيب على النار، وغادي نشوفوا عاوتاني الكسكس، ندوزوا الكسكس كيفاش غادي. كيف كتشوفوا بالنسبه لهذا الكسكسو غادي نضيفو مرة ثانية هنايا في هذا الإناء هذا بحال ما هكذا. نحاولو نزولو هذا كامل اللي عندنا هنايا في الكسكاس هكذا كيف كتشوفوا، وغادي نرشو بالماء بحال ما هكذا. الكسكسو كيبقى كل كسكسو كيف كيداير، كاين اللي كيبغي الماء بزاف كيتشرب، وكاين اللي كيتشرب الماء دغيا دغيا ما كيبغيش الماء بزاف باش ما كيتعجنش. كتشوفوا نزيد نسقي عاود بالماء باش يتشرب ليا مزيان، يجيني بحال ما هكذا كيجينا رطب. كتشوفوا بحال ما هاد الطريقه كيف كتشوفوا، غادي نخليه بحال ما هكذا حتى تيتشرب ليا واحد شويه، وبين ما غلى ليا هذاك المقادير اللي ضفت تقريبا نخليها واحد 10 تاع الدقائق، وعاد غادي ندير هذا نوضعه في الكسكاس ونضيفه فوق المرق. كيف كتشوفوا بعد ما مرات واحد 10 تاع الدقائق على هذه سميتو، ضفت هذا الكسكس على المرق باش يفور ليا يطلع ليا داك البخار عليه، هذه التفويره الثانيه.
صافي. وغادي نخليه تقريبا واحد 20 دقيقه او 15 دقيقه، مهم على حسب ملي كنشوف هذاك البخار طلع ليا مزيان صافي. وغادي نزولو باش نمروا للتفويره الثالثه والاخيره. كيف كتشوفوا دابا غادي نمروا لهذه التفويره الاخيره والثالثه. دابا غادي نضيف هنايا هذا القرعه الحمراء كيف كتشوفوا هكذا، حيت هادو دغيا كيطيبوا لينا. عفوا كيف كتشوفوا القرعه هذه، القرع هذا الاخضر هكذا. وغادي نضيف هاد القبطه هذه منسمه ديال الربيع، وغادي نضيف هذه الفلفل الحار واحد الوحيده صافي. وغادي نسد عليه تقريبا نخليه واحد 10 دقائق باش عاوتاني هذا نضيف عليه هذا الكسكس التفويره الثالثه. كيف كتشوفوا غادي نضيف هذا الكسكس عاوتاني، هذه هي المرحله الاخيره والثالثه كيف كتشوفوا هكذا. نحاول نزول هاد ما تبقى من الكسكس من هاد الاناء او الكسكاس كتشوفوا هكذا. غادي نرشو واحد الرشه خفيفه حيت في الاول رشيتو مزيان شبعتو بالماء كتشوفوا هكذا. غادي نحاول هاد نعمل لي بحال ما هكذا باش يتشرب ليا هذا الماء اللي ضفت فيه. كيف كتشوفوا غنحط واحد المعلقه صغيره من السمن هكذا. صراحه انا هاد السمن هذا كما كنذكر لكم ديما ما عنديش حار بزاف، ولكن الصراحه كيجي بنين. غادي نخليه بحال ما هكذا حتى يذوب ليا مع هاد الخليط ديال الكسكسو. وتقدروا كتذوقوا الملح في هذا الكسكسو كتشوفوا بحال ما كدا الا ناقص كتزيدوه، اما الا كان هو هذاك صافي. كنحاول ندمج هاد العناصر بحال ما هكذا باش يذوب ليا هذاك القطعه ديال السمن اللي حطيت بحال ما هكذا. وغادي نضيف واحد الخيط من زيت الزيتون كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. صافي وكندمجو مزيان حتى كينسجم ليا صافي. وغادي نضيفو فيه هاد الكسكاس هذا، وغادي نخليه حتى تيفور ليا مزيان، ونكمل معكم ان شاء الله صافي المراحل الاخيره ديال هاد الكسكس. كيف كتشوفوا هذه هي المرحله الاخيره ملي طاب ليا هاد الكسكس هذا ديالي. غادي نضيفو دابا في الطبق ديال التقديم، كنضيفو الكسكسو هو الاول كتشوفو هكذا. كنحاول نقادو بحال ما هكذا. الصراحه ملي كندير لي ديك الزيت من قبل التفويره الثالثه وهذاك قطع ديال السمن ما كنحتاجش زعما نديرو، ما كيتكور ليا ما والو، كيجيني كيف كتشوفو بحال ما هكذا. كيف كتشوفوا بعد ما بسطت بحال ما هكذا الكسكسو، كاين اللي كيبغي يدير واحد الحفره بحال ما هكذا في الوسط، كيبقى كل واحد والاختيار ديال التقديم ديالو. انا غادي نبدا نضيف هكذا في الخضر كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. كنضيفوا هذه القرعه هي الاولى هكذا كيف كتشوفوا، حطوهم من الجنب وكنحاولوا نسقيو الكسكسو باش بحرا بين ما كملنا هذا الوضع ديال الخضر وهذا. كنلقاو هذا الكسكس شرب لينا المرق ديالو بحال ما هكذا كيف كتشوفوا. غادي نبدا نضيف الخضر بحال ما هكذا من الجوانب.
كيبقى كل واحد وكيف كيبغي كيفاش كيستف الخضره ديالو فوق الكسكسو. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. كيف كتشوفوا سقيتو، ضفت هذيك الباقه ديال المنسمه والبقدونس فوق في الفوق كاين اللي كيبغيها، وضفت هذيك الفلفل الحار، وكيبقى لكم كامل الاختيار. وكنتمنى هذه الوصفه ديال الكسكس المغربي 100% يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وكنتمنى تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم باش تعمل فائده على الجميع. وكنتمنى التعاليق ديالكم وهذا، وتشاركوا في القناه باش يلحقكم كل جديد من الوصفات، وتكليكيو على داك هذاك واحد الجرس كيكون اسفل الفيديو باش كيوصلكم اي فيديو يلاه زعما نزلته. وبالصحه والراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله.